ناخذ ابو نايف من الرياض، تفضل ابو نايف. السلام عليكم ومساك الله بالخير يا شيخ صالح. عليكم السلام. مساك الله بالخير وعليكم السلام. عندي سؤالين الله يحرم وجهك على النار. تفضل. الأم إذا قامت بتنظيف طفلها الله يحييك وهي على وضوء، هل ينقض وضوءها؟ الأم إذا نعم السؤال الأول، نعم. إذا نظفت الأم طفلها وجاءت يدها على فرجه مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءها، أما إذا كانت نظفته من وراء حائل فإنه لا ينتقض وضوءها بذلك.